السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون السودان إليكم أحداث اليوم والمفتتح بالعناوين. عجار يطلع السفراء الأوروبيين على خطة الحكومة لإنهاء الحرب. وللخرطوم يوجه بتأهيل الطرق الداخلية. استمرار تسليح المستنفرين بولايات البلاد المختلفة. أهلا بكم. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عجار إير بمقر السفارة السودانية بأوغندا سفراء المجموعة الأوروبية بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض والسفير السودان بأوغندا أحمد إبراهيم أحمد. وقدم عجار تنويرا مفصلا للسفراء حول تطورات الحرب الجارية والأوضاع السياسية والإنسانية بالسودان، مشيرا لسعي حكومة السودان لإنهاء الحرب عبر 4 مراحل. وأبان عجار سعي حكومة السودان واللجان المختصة لتسهيل عمل المنظمات الأممية والدولية والإنسانية. ورهم السيد نائب رئيس المجلس السيادي بتطورات الوضع في السودان وما يجري هنالك، واستعرض الاجتماع شريطا متكاملا عن مخازي ميليشيا المتمردة بالسودان من ذبح وقتل واسترقاق وممارسات للإبادة الجماعية للشعب السوداني. وقد استوعب الحاضرون الأوروبيين تلك المخازي، ونأمل أن تكون إيقاعات هذه المداخلة لها تأثير مباشر على كثير من تطورات الأحداث في المرحلة القادمة. كذلك نورهم السيد نائب الرئيس على موقف حكومة السودان من استعدادها لفتح كافة أبواب المساعدات الإنسانية، ونفى كافة الادعاءات بأن الحكومة تعرقل ولا تسهل المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها، بل نورهم أن يجب أن تكون الأفعال والتطبيقات واضحة. حتى هنالك السوداني الذين نزحوا لدول الجوار، في مختلف دول الجوار لم تصلهم المساعدات الإنسانية مما يدعون، مما تدعي كثير من الجهات. فحثهم على يعني المبادرة وعلى الأقل التفاعل الإنساني مع مثل هذه الأحداث، وختم حديثه بأن هذه الحرب ليست حربا بين مكونات سودانية بحتة، وإنما هي حرب إقليمية عالمية من عدد من 3 قارات تحارب الشعب السوداني. أعلن سفير السودان لدى الصين السفير عمر صديق أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد الشعب السوداني ومؤسسات الدولة السودانية، واستجلبت مرتزقة من عدة دول لتشن حربها على الشعب السوداني بدعم من بعض دول الإقليم. وهذه الحرب الآن يعني هي موجهة ضد المواطن السوداني. كل المواطنين السودانيين تأثروا بهذه الحرب بمختلف الدرجات. هذه الحرب يعني يمكن أن نقول عنها أنها حرب للتدمير الممنهج للبلاد. حرب يعني استهدفت البنى التحتية، استهدفت المواطن، استهدفت منازل المواطنين، استهدفت الأعيان المدنية خاصة مرافق المياه، مرافق الكهرباء، دمرت المستشفيات، دمرت يعني محطات ضخ المياه، محطات توليد الكهرباء، محطات الاتصالات. هذه الجماعة المتمردة يعني ذهبت إلى تدمير وثائق الدولة، يعني وثائق المحاكم، وثائق ملكية الأراضي، وثائق يسنيمت، يعني كل الوثائق الهامة أحرقت، الجامعات أحرقت. هذه الحرب في تقديري يعني تقوم بها أيد آثمة من داخل الإقليم ومن داخل السودان. يعني هذه القوات صحيح يعني فيها عناصر سودانية، لكن معظم الذين أتوا
إلى السودان بغرض النهب وبغرض التدمير هم أتوا من دول مجاورة. بكل أسف يعني هنالك قوى إقليمية كنا نحسب أنهم أشقاء ما زالوا يعني يدعمون هذه القوات بالأسلحة وبالعتاد الحربي وبالتغطية الإعلامية وما إلى ذلك. الآن تكشفت هذه الأمور، المواطن السوداني أصبح يعي أن هذه الحرب موجهة ضده، خاصة أنهم يحتلون المنازل، الاغتصابات، يعني هنالك اغتصابات تجري بشكل ممنهج، هنالك في دارفور مثلا هذه المجموعة المتمردة تقوم بتصفيات عرقية يعني أقرب إلى حرب الإبادة وأقرب إلى يعني إبادة جماعية. إلى ذلك أشاد سفير السودان لدى الصين عمر صديق بمتانة العلاقات السودانية الصينية، وأكد السفير العمل على دعمها وتطويرها خلال المرحلة القادمة، وذلك لدى مشاركته في احتفالات شبكة تلفزيون الصين الدولية بمرور 65 عاما على علاقات البلدين. 65 عاما من العلاقات الأخوية، علاقات الصداقة بين الشعبين وبين الحكومتين في السودان والصين. هذه العلاقات يعني مستمرة، علاقات متينة تزداد قوة يوما بعد يوم. يعني نحن الآن نتحدث عن أكثر من 6 عقود من هذه العلاقات. خلال هذه الفترة يعني نمت العلاقات بين البلدين حتى وصلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية، وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. العلاقات يعني في مختلف أوجهها، سواء كان علاقات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى في مجال التعليم ومجال الثقافي، علاقات وطيدة. ونحن يعني دائما نعتبر الصين مثال حتى يعني نتقفى أثرها ونعمل على تقليدها، لأن ما حققته الصين من إنجازات ومن تطور أصبح يعني مثار إعجاب للعديد من الدول. وجه والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة بتأهيل الطرق الداخلية وإعادة تعمير ما دمرته الحرب في كل المناطق التي سيطرت عليها القوات المسلحة، وذلك لدى لقائه المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه. من جانبه استعرض مدير هيئة الطرق والجسور خطة الهيئة لـ3 أشهر القادمة في إطار استكمال برنامج الكرامة الوطنية وتهيئة للظروف الملائمة للعودة الطوعية لمواطني الولاية وفق 4 محاور أساسية تتمثل في تكملة أعمال الخلطة الأسفلتية لطريق النيل الغربي وأعمال الخلطة الباردة وصيانة عدد من الطرق الداخلية بكرري وعمل مواقف على جانبي طريق النيل الغربي وتأهيل الآليات وشراء المعدات لمقابلة الأعمال الجارية في الطرق والاستعداد لفصل الخريف. استقبل والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة قافلة دعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين في الخطوط الأمامية من الولايات الشمالية بحضور عدد من أجهزة الولاية التنفيذية والأمنية واللجنة العليا للتعبئة والاستنفار. وأكد ممثل الولاية الشمالية الدعم لتأكيد التلاحم الشعبي مع القوات المسلحة. من جانبه أشاد والي الخرطوم بمواطني الولاية الشمالية لوقفتهم في خندق واحد مع القوات المرابطة في الخطوط الأمامية بالدعم المادي والمستنفرين. جدد رئيس لجنة التسليح بولاية الخرطوم اللواء معاش الجنيد حسن مضي القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى في تنفيذ خطة دحر الميليشيا الإرهابية من كل شبر من أرض الوطن. جاء ذلك لدى مخاطبتهم مستنفري الحارة 17 بمحلية كرري. وأكد الجنيد سيطرة القوات المسلحة على عدد كبير من المواقع واستمرار عملية الاستنفار وتسليح المستنفرين، مشيدا بوقف الشعب السوداني خلف القوات المسلحة الباسلة حتى يتحقق النصر. شهد رئيس اللجنة المنظمة للدورة الرياضية اللواء ركن معاش حامد تيرب الطاهر بمنطقة الواحة بمحلية كرري الدورة الرياضية بمشاركة العديد من الأندية. وأشاد تيراب بنجاح الدورة الرياضية التي أقيمت على شرف دعم القوات المسلحة
مثمنا جهود المؤسسة التعاونية العسكرية ومواطني منطقة الواحة ودعمهم للفعاليات المجتمعية خلال حرب الكرامة. هذا العمل الكبير كان مستصحبا معه الشغل العمل الاجتماعي من تكيات وعمل دعوي ومحاضرات دينية وإرشادية لكل أبناء هذا الحي العريق. ونحن كلجنة منظمة لهذه الدورة لنا عظيم الشرف بأن يكون بين أيدينا المؤسسة العسكرية التعاونية التي قامت بهذا العمل الكبير وساندته ودعمته بكل من الغالي والنفيس تحت شعار شعب واحد جيش واحد. ولذلك كان لزاما علينا أن نشكر مواطني هذا الحي، وأنا أعتبر كل الإخوة الذين أتوا لهذا الحي هم لحمة واحدة لا يفصلها وطن ولا يفصلها حي، وإنما هي السودان، هي الوطن. أكد عدد من المواطنين استطلعتهم كاميرا التلفزيون ببوار السودان وقفتهم القوية ودعمهم اللامحدود للقوات المسلحة السودانية التي تحقق الانتصارات يوما بعد يوم، مستنكرين ما قامت به الميليشيا من انتهاكات في حق الشعب السوداني وممتلكاته. والله نهني القوات المسلحة على الانتصارات الباهرة على هذه الميليشيا المتمردة الظالمة، ونتمنى لهم النصر المبين، نتمنى للسودان الاستقرار والرفاهية. والله يعني حقق انتصارات جميلة جدا، والمواطن بيستعجل النصر، لكن الجيش شغال بخطة موزونة. يعني من أول يوم الجيش لو نزلوه ومشى كان الجيش ده كله انتهى، لأن الناس عندهم قناصين لكن الدعم السريع. وربنا ينصر القوات المسلحة نصرا عزيزا مكرما. يعني احنا بندين ونشجب التمرد والميليشيات انتهاكهم للأعراض السودانية والمساجد وانتهاك الأعراض والأطفال وتشريد، ومشيت برضو بالجيش والانتصارات التي حققها قوات الشعب المسلحة في الأسبوع الفات وفي أم درمان وفي سنار وفي الجزيرة، ونشيد يعني ونقيف شعبا واحد جيش واحد. نشيد بانتصارات قواتنا المسلحة خاصة في محور أم درمان والتحام قوات كرري مع قوات المهندسين، ونتمنى أن تلتحم كل الجبهات فواصل الالتحام بتاع القوات المسلحة من كرري للمهندسين لجبل أولياء، وإن شاء الله إلى تحرير الخرطوم كلها. أحيي أخواننا في القوات الشعب المسلحة كلها، وكلنا نساند وقفتنا على كل الشعب السوداني وقفة رجل واحد زي ما قال، جيشا واحد شعبا واحد. طالت انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السريع في انتهاك في القتل وفي التشريد وفي الاغتصاب وفي انتهاك حرمات الحرائر، ودي كلها بشكل جرائم دولية. نشكر القوات المسلحة على الانتصارات الباهرة التي تحققت في الفترة السابقة، وهذا دل إنما يدل على المسؤولية الوطنية الملغاة على عاتقهم. وانتهاكات الدعم السريع طبعا يا جماعه احنا بنعرف انه ما بني على باطل فهو باطل. الدعم السريع من اوله هو باطل، فكان لازم انتصر الحق على الباطل. لذلك ان شاء الله القوات المسلحه منتصره لا محاله. ربنا ينصركم ويقويكم، ها، وربنا يرجعكم لاهلكم تامين وسالمين. الدعم ما خلي لنا حاجه يا جماعه، ربنا ينصر الجيش، الله ينصرهم يا جماعه. احنا تعبنا تعب شديد، جينا من هناك معاناة شديدة، ما قدرنا نطلع من دخلنا ولا أي حاجة. رسالتي لسيد الرئيس، نازل ما خلوا فينا هاي، دارين الآن تسلح كل الشعب، عنه كلنا معك، كلنا معك. جيش واحد شعب واحد، جيش واحد شعب واحد، كلنا معك بعد خلاص، شفنا ما فيه الكفاية، كلنا دارين نتسلح معك بعد. هي الشعب السوداني الصامت، ونترحم على شهدائنا في القوات المسلحة، وشعارنا جيش واحد شعب واحد، والبلد ده نحن إن شاء الله ما هنفرط فيها للمتربصين والخونة والعملاء. يعني الحرب دي هي نعم طبعا ربنا ابتلانا بها وهي حاجة، لكن نحن بنعتبرها دي نظافة للسودان، نعتبرها نظافة للسودان من المتمرد من المرتزقة
من الاشياء زي دي، وهم ديل ما حي يعني ما حيحبطوا امالنا في السودان ولا دي يعني مساله بتخلينا احنا ما نمشي لقدام. دي احنا بنعتبرها عتبه النظافه، الحربه دي نعتبرها عتبه خطينا بالنسبه لنا احنا كنظافه للدوله. التقى رئيس المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديه المستقله وتنسيقيه شرق السودان الناظر محمد الامين تيرك باعضاء هيئه كردفان الشعبيه واعضاء المقاومه الشعبيه باقليم دارفور واعضاء المقاومه الشعبيه بكل من الجزيره والنيل الابيض. وبحث اللقاء خطة توحيد الجهود الشعبية الداعمة للقوات المسلحة وتكوين آلية شعبية موحدة. الحرب أصلا المقصود فيها إنها تفوت في عضد الشعب السوداني وتفرقه، وفي النهاية تؤدي إلى حروب قبلية يتمزق السودان ويبقى دويلات، والمستهدف هو إنسان السودان بعقيدته وهويته، والمستهدف هو البحر الأحمر، والمستهدف هو ثروات هذا البلد. نحن إن شاء الله بهذه المعاني إن شاء الله حنخرج بجسم متماسك يقود الفترة القادمة إن شاء الله بجلابية الوطن فاض، بجلباب الوطن، لأنه كل التجارب السابقة ما جابت نتيجة. نحن قدمنا الشكر للناظر تريك ولأهلنا في البحر الأحمر وفي أهل الشرق كلهم لأنهم استضافوا أهل السودان حكومة وشعبا. عقد المجلس القومي للأدوية والسموم اجتماعا بمدينة عبرة بمشاركة 5 أفرع بولايات الشمالية نهر النيل كسلة الخرطوم والبحر الأحمر بحضور ممثلي وزير الصحة بولاية نهر النيل. وثمن وزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم الدور الكبير الذي قام به المجلس في توفير الأدوية خلال الفترة الحرجة الماضية بالتنسيق مع القطاعات المختلفة. وأكد الوزير أهمية الرقابة ومكافحة دخول الأدوية المهربة، وأشار الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم دكتور علي بابكر إلى أن المجلس وضع خطة استراتيجية ل10 سنوات. هذا الاجتماع ناقش ما تم إنجازه خلال العام 2023، وهي 3 أشهر قبل الحرب وبقية الأشهر في داخل الحرب، وناقش ملامح خطة أو ناقش خطة 2024 واللي هي مكملة لخطة خطة الطوارئ التي عدتها وزارة الصحة في إطار دور المجلس فيها. يعني الحقيقة وناقش أيضا موقف الوفرة الدوائية الآن وإشكالات اللي بتقابل الوفرة الدوائية وكيف يمكن تجاوزها بعدد من القرارات والموجهات اللي بتفضي لأنه تتوفر هذه الأدوية. التقى والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن مصطفى محمد نورة بوفد كلية علوم الأرض بجامعة البحر الأحمر بحضور عميد كلية علوم الأرض دكتور البراء محمد نورة. وقدم الوفد لوالي الولاية رؤية لحل مشاكل مدينة بور سودان والعمل على زيادة المياه الجوفية بخور أربعات ومقترحا لإقامة ورشة لمعالجة مشاكل المياه. تتواصل امتحانات جامعة كرري بالكلية البحرية بور سودان وسط اهتمام كبير وإشراف إدارة الجامعة في الكليات الأدبية والعلمية، حيث جلس عدد كبير من طلاب الجامعة للامتحانات. وأبان قائد الكلية البحرية عميد بحر ركن أبا ذر محمد سر الختم الجهود المبذولة رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لإجراء الامتحانات لعدد من الكليات الأدبية والعلمية ومجالات التعاون والتنسيق بين الكلية البحرية وإدارة جامعة كرري. الحمد لله رب العالمين، تم تنفيذ الامتحانات الفترة من 10 فبراير إلى 19 فبراير وبنسبة إقبال عالي جدا من الطلبة، مع اعتذار بعض الطلبة يعني عدد قليل حقيقة عدم تمكنهم من الوصول. العدد الكلي فاق 1200 طالب، عدد الطلاب في مركز بور سودان وصل إلى 500 طالب في عدد 9 كليات، يعني كل كليات عدا كلية الطب وطب الأسنان.
وطبعا الحكايه دي قامت بتضافر يعني من كل العاملين في جامعه كرالو من المدير لغايه زي ما بيقولوا العاملين. وهنا الشكر موصول بالذات للسيد المدير مدير الشؤون العلميه والسيد وكيل الجامعه ونائب المدير ولجنه الامتحانات العليا مشكوره في الجهد اللي قاموا به وعمداء الكليات قاموا بجهد كبير جدا جدا والحمد لله. نحن طلاب جامعة كرري الخريجين بكل الكليات من طب لمختبرات لأشعة وتمريض نقول الحمد لله إنه إدارة الجامعة قدرت توفق وتحضر الموقف بتاعها في إنها تهيئ لنا الامتحانات في الزمن المناسب. ونحن كطلبة طالعين من الخرطوم يعني واجهتنا مشاكل عديدة، في ناس كانت في حتة ما فيها شبكة فعافروا ويعني من ولاية لولاية لحد ما يصلوا في الوقت المناسب. الحمد لله وتوفيقه وتسهيل من إدارة الجامعة بابتداء الامتحانات النهائية للطلبة الخريجين في كل المستويات، ونشكر الله ونحمده على أن سهل هذه الامتحانات وبتوفيق من الأساتذة والدراسات وكلية الدراسات البحرية على هذا المجهود الجبار. استمع مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الدوري برئاسة والي الولاية دكتور محمد البدوي عبد الماجد لتقارير حول حملة النظافة وإصحاح البيئة بالمحليات. وأكد وزير الصحة بالولاية استقرار الوضع الصحي وخلوها من الصحة المكلفة. وأيضا يعني برضو في تقارير خاصة بالتربية والتعليم وقدم الأخ وزير التربية والتعليم المكلف واللي هي خاصة ببيت المعلم وبمشروع المدارس السودانية الخارجية وبالنسخة الثانية لعيد العلم وبتقديمات اليونيسيف قدم الأخ الوزير، وكانت يعني مصدر بتاع نقاش جميل جدا جدا. أيضا لائحة الامتحانات بتاعة المرحلة بتاعة الابتدائي المتوسط وقدم أخونا مستشار حكومة الولاية تمت إجازتها بالكامل. أيضا المذكرة القانونية الخاصة بأستاذ الدامر برضو أجاز المجلس بالكامل، وكانت في مواضيع أخرى يمكن كثير تناولوها الناس منها المطار والعمل فيه وكذلك الميناء الجاف والطريق الغربي، والناس تداولوه بالنقاش الحمد لله رب العالمين ومتحركين فيه بإذن الله تعالى، حتى وإنه يسعد إنسان هذه الولاية بالخدمات الكبيرة إن شاء الله اللي بتقدم. تسلم والي غرب كردفان بالإنابة آدم كرشوم نور الدين مذكرة مطلبية من مواطني مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان للمطالبة بعودة الشرطة والنيابة والقضاء للعمل بالولاية بحضور لجنة أمن الولاية والأمين العام للحكومة صبر يوسف جبارة، وذلك للقضاء على الظواهر السالبة التي أفرزتها انتهاكات الميليشيا الإرهابية. من جانبه أعلن كرشوم التزامه بالعمل على إكمال الدائرة القضائية والعدلية بالولاية لتحقيق السلم الاجتماعي. تسلمت وزارة الصحة بولاية نهر النيل بمستشفى المكنمير الجامعي بشندي الدعم الصحي من منظمة هيومن أبيل مكتب السودان، والذي شمل مستهلكات ومعينات طبية لعدد 2000 غسلة كلى مجانية
بجانب 14 جهاز تنظيم ضربات القلب بتكلفة تمويل إجمالية تجاوزت 50 مليون جنيه. وأعربت وزير الصحة المكلفة بالولاية دكتور أمل مكدوب عن بالغ تقديرها للمنظمة وما تقدمه من عون ومساعدة في المجال الطبي والصحي، وما أحدثه من انفراج نسبي في الاستجابة لحاجة مرضى الكلى والقلب. هذا المركز يعتبر من أكبر المراكز على مستوى الولاية بالإضافة إلى مستشفى القلب. ونقول لهم شكرا جزيلا وجزاكم الله خير، إن شاء الله يستمر الدعم من المنظمة، ونأمل من كل الجهات والمنظمات الفاعلة أنها تقدم دعم لمثل هذه المراكز، مراكز الكلى ومراكز القلب ومراكز علاج الأورام. الآن عدد 2000 غسلة وعدد أجهزة منظمة لضربات القلب من منظمة هيومن أبل بتكلفة بلغت 52 مليون جنيه. نحن شاكرين جدا للمنظمة دعمها لمركز غسيل الكلى ومركز القلب بمستشفى المكنمر، نتمنى مزيد من الدعم. ونحن الآن في حوجة ماسة للغسلات وللأجهزة، بالذات أجهزة تنظيم ضربات القلب، خاصة في ظل الظروف الراهنة وعدد زيادة عدد تردد المرضى بعد توقف الخدمات الصحية لمرضى الكلى في الولايات المتأثرة بالحرب. نظم الهلال الأحمر بولاية سنار بالتعاون مع السلطات الصحية يوما علاجيا بمحلية أبو حجار ضمن العيادات العلاجية لمحليات الولاية. وأكد الهلال الأحمر استمرار خدمة الأيام العلاجية بالتعاون مع الشركاء وتوفير العلاج بمراكز الإيواء. وأشار إلى أن الهلال ينتظم من خلال متطوعين بالمشاركة في حملات إصحاح البيئة والاهتمام بالصحة الوقائية. كنت في انه في شراكه مع اخواننا في وزاره الصحه، ونوفر كميه من الادويه، والتفاعل بتاع المتطوعين في هذه المنطقه وتفاعل المجتمع على اساس ان الناس تنجح هذا اليوم، وفعلا يمكن يكون يوم ناجح فيه. المعمل يعمل بصوره طيبه، لاحظنا وشاهدنا الصيدليه برضو فيها علاج متوفر لكل الناس، الكوادر برضو يعني زي هي مرتبه شغلها، حتى الدعم الاجتماعي النفسي برضو احنا وردنا له حلقه كامله، وان شاء الله يعني احنا حنقعد في خطة عشان نقدر نفعل ونعمل سنة مؤكدة لأهلنا في سيره. لو قدرنا في كل شهر عملنا يوم عياج مرضنا، وكون ما اجتهدنا وكون يعني ساعدنا من صلاة هذا المضار. الحمد لله أن جاءتنا جمعية الهلال الأحمر في هذا اليوم العلاجي توفير الفحوصات وحضور الأطباء الأخصائيين، أخصائي نساء والتوليد وأخصائي الباطنية، وقد أفادوا القرية فائدة كبيرة، خاصة بعد نزوح المتأثرين من الحرب من ولايتي الخرطوم وولاية الجزيرة، وقد أفادونا كثيرا، ونحن كنا في أمس الحاجة لمثل هذا اليوم. دشنا والي ولاية سنار توفيق محمد علي رئيس اللجنة الأمنية وأعضاء اللجنة بالولاية حزمة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، وامتدح الوالي مجهودات المملكة العربية السعودية ودعمها للمتأثرين بالحرب بالولاية. دشن والي سنار توفيق محمد علي وبحضور لجنة أمن الولاية ومفوض العون الإنساني حزمة الخدمات الإنسانية التي تقدم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتي استهدفت مراكز الإيواء للمتضررين من الحرب عبر منظمة إضافة للمساعدات والكوارث البيئية. هذا الجسر المتوازن من مركز الملك سلمان يأتي امتدادا إلى جهدهم المستمر عبر منظمة إضافة والشركاء الآخرين المقدمين للخدمات الإنسانية في السودان. واشتملت الحزمة على خيام وناموسيات وأواني منزلية ومستلزمات للطبخ. وثمن مفوض العون الإنساني محمد عبد الفتاح جهود مركز الملك سلمان في دعم المتأثرين بالحرب. يمكن السيد الوالي هذه الحقيبة بتحتوي على 14 صنف إن شاء الله لمعدل للأسرة الواحدة زي ما شايفين الناس قدامنا إن شاء الله رب العالمين، بتتوزع
للإخوة العائدين من ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة إن شاء الله رب العالمين بعد المسح الدقيق في كل الأماكن المستهدفة. والي سمار توفيق محمد علي أكد سعادتهم بوصول هذه المساعدات ووجه بضرورة إيصالها إلى مستحقيها. نحن سعيدين جدا جدا بأنه نشارككم البرنامج ده، لكن الأهم من البرنامج ده أنه الحياة دي تصل لها سيادة، وإحنا حنكون واضحين معكم. أنا حسي الكلام ده وتوجيه مباشر لأخونا مفوض العمل الإنساني ومناديبك الموجودين في المحليات أنه يطمئنوا أنه الكشوفات دي كشوفات حقيقية للناس. وأنا والله بوجهك إلى النيابة طوالي، ووجه أخواننا في الشرطة زي سعد تلي وطارق، أي حاجة تتلقي عن زول تاني يتفتح لها بلاغ طوالي. حاجات دي تصل لناس يا جماعة ما دارين أي اجتهادات فيها، ولا مستعجلين، إحنا ما مستعجلين للتوزيع. إذا ناس المنظمة ما اقتنعوا بالكشوفات دي نعيد الكشوفات، ما ناس مستعجلين. أي مدير تنفيذي يدي من موظفينه حاجة والله ده آخر يوم له في المحلية، كلام على الهواء مباشرة واضح جدا جدا. قافلة الدعم والإسناد المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجدت ارتياحا من المتضررين بالحرب بمراكز الإيواء بولاية سنار. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سينجا. بحث وزير الزراعة الاتحادي مع وفد منظمة الصليب الأحمر بولاية كسلا عددا من القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني ومناقشة خطة الصليب الأحمر في عدد من ولايات السودان. التقينا وفد الصليب الأحمر برئاسة السيد مدير مكتب كسلة مستر ميشيل، وجلسنا معهم للتفاكر في خطتهم في عن الموسم القادم الزراعي القادم ودعمهم لصغار المزارعين. الحمد لله نحن يعني عجبنا كثيرا بهذا الدعم. الصليب الأحمر إن شاء الله سوف يوفر دعم لحوالي 8000 مزارع في ولايات القضارف. أعلن أمين ديوان الزكاة بولاية القضارف بشير محمد عمر أن الديوان التزم بمساعدة الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة بجانب دعم القوات المسلحة والمتأثرين بالحرب. جاء ذلك لدى مخاطبته الاجتماع الدوري لمديرية الزكاة بالمحليات والإدارات العامة والمتخصصة. اللقاء الدوري لمديرية المحليات والإدارات العامة والمتخصصة بأمانة ديوان الزكاة بولاية القضارف جاء بهدف مناقشة تقارير الأداء للعام 2023 والرؤى العامة للعام الجديد 2024، علاوة على مناقشة برامج شهر رمضان المعظم لهذا العام. بأداء 107%. احنا نشكر اخواننا دافعي الزكاة الذين دفعوا هذه الزكاة طيبة بها نفوسهم واستجابتهم وتعاونهم الكبير مع ديوان الزكاة في المحلية. وايضا هنالك يعني ميزة يمكن تميز بها هذه المحلية في زكاة البقر، هذه المشكلة التي كانت يعني معضلة كبيرة للإخوة العاملين على مستوى السودان في تحقيق الأجواء المطلوبة. احنا نشيد باخواننا مالكي الأنعام. تقارير الأداء بالمحليات والتي استعرضها مديرو المحليات بالديوان عكست حجم العمل والأداء المتميز وحققت الربط المقدر بنسب كبيرة. في العام المنصرم نحن حققنا الربط في جميع الأوعية الزكوية بنسبة 106%، والآن نحن مقبلين على شهر رمضان المعظم وإن شاء الله نقدم كل ما لدينا من معينات تعين المواطنين بإذن الله خاصة الفقراء. تم تحقيق الربط 67% من الربط المقدر، ونعتبر هذا جهد يعني كبير بذله العاملين في هذه المحلية رغم التحديات الماثلة. أما في العام 24 إن شاء الله فبشرياته طيبة ومبشر بخير كثير، والحمد لله في الشهر الأول حققنا نسبة 153%. البشرات إن شاء الله لمحلية الرهد كبيرة، وبرنامج رمضان قادم وإن شاء الله الخير يتدفق فيه على الفقراء المساكين وخاصة الوافدين. مدير إدارة العلاج الموحد العماس عثمان منصور أبانا أن الإدارة يتم عبرها توفير الخدمات العلاجية المتنوعة للمقيمين بالولاية والوافدين إليها.
معالجة كثير جدا من قضايا الصحة والخدمات الطبية. خلال هذا العام أنفق ديوان الزكاة على مكتب العلاج 577 مليون جنيه سوداني على كل الخدمات العلاجية. استفاد منها أكثر من 13 ألف من المرضى إذا كان على مستوى ولاية القضارف أو المتأثرين بالحرب من ولايات السودان الأخرى. أمين ديوان الزكاة بولاية القضارف بشير محمد عمر كذا أن الديوان قد وضع خطة جديدة مصحوبة بموجهات اتحادية تهدف لترقية وتطوير الأداء وزيادة نسبة الربط المقدر للإيرادات للعام الجديد. برنامج رمضان للعام 1454، ونقول فيما يلي العام 23 تم تحقيق الربط المقدر للولاية بنسبة أداء تفوق الـ 82%. الربط المقدر كان 38 مليار وتم تحقيقه 31 مليار بنسبته تعادل 82 تقريبا في المية. نسأل الله أنه يعني هذا العام إن شاء الله نستقبل حققه ربطه المقدر في العام الجديد عام 24 الذي يقارب 40 مليار أو حقيقة 40 مليار. وكذلك إن شاء الله سوف يتم مناقشة في هذا الاجتماع مناقشة تكاليف الأداء بالنسبة للمصارف ما تم تنفيذه أو تحقيقه فيما يلي دعم القوات المسلح ودعم حقيقة الوافدين إلى هذه الولاية. اللقاء الدوري لمديري المحليات والإدارات العامة والمتخصصة بأمانة ديوان الزكاة تجيء تطويرا للأداء وترقية للعمل الزكوي. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. بحث اجتماع اللجنة العليا لحج العام 1445 للهجرة بولاية النيل الأبيض برئاسة أحمد محمود الجعلي أمين عام حكومة الولاية بحث الترتيبات الخاصة بعمليات حج النيل الأبيض وفق موجهات المجلس الأعلى للحج والعمرة ووزارة الحج بالمملكة العربية السعودية. وأكد الأمين العام لأمانة الحج والعمرة بولاية النيل الأبيض مقرر اللجنة الدكتور فتحي مهدي أن الاجتماع ناقش التقديم والجوازات والبرامج الصحية والإرشادية والخطة الإعلامية للتبشير بعمل الحج. وطمأن دكتور فتحي جميع المواطنين الذين يرغبون في أداء شعيرة الحج لهذا العام أن عمليات التسجيل مفتوحة بجميع مراكز التقديم بأمانة الحج والعمرة بالنيل الأبيض. الحمد لله نحن في ولاية النيل الأبيض بدأنا بعملية التبشير لأعمال الحج، والحمد لله رب العالمين طفنا عدد من المحليات، وبحمد الله سبحانه وتعالى اطمأنت أيضا اللجنة على العطاءات المقدمة للحجاج فيما يتعلق بنقل الأول نقل البري بالنسبة للحج وخدمات سواكن بالنسبة لي حجاج البحر. وأيضا نطمئن حجاج الولاية والذين يرغبون لأداء شعيرة الحج بأن التسجيل حتى الآن مفتوح في مراكزنا في أمانة الحج والعمرة بكوسي. نهاية أحداث اليوم. قبيل الختام إليكم قراءة ثانية وأخيرة لأبرز ما جاء فيها. عجار يطلع السفراء الأوروبيين على خطة الحكومة لإنهاء الحرب. وللخرطوم يوجه بتأهيل الطرق الداخلية. استمرار تسليح المستنفرين بولايات البلاد المختلفة. كانت هذه محصلة متكاملة لأحداث اليوم قدمتها من تلفزيون السودان. سادة وسيدات، دائما أنتم وقواتنا المسلحة والسودان في حفظ الرحمن.